هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالحريرة بما أنه شوربة الحريرة بما أنه إحنا في رمضان فشوربة الحريرة فهي ملكة سفرة رمضان في المغرب. يعني ما يمكنش تمشي البيت في المغرب ما تلقايش عندهم الحريرة. طيب في تمشي في المغرب يعني تروحوا تروح بيت. فإحنا عما هنمشي أي بيت مغربي لازم هيبقى فيه وجبة الفطار أول حاجة حريرة. شوربة الحريرة. شوربة الحريرة كمان هي شوربة مشهورة جدا جدا في المغرب. ليه شهرتها زيادة عن كل الشرب التانية؟ لأنها يمكن مختلفة، جامعة يعني بروتينات فيها يعني مفيدة، مكوناتها فيها يعني خضرة بقدونس كرفس يعني غنية بالمكونات اللي الإنسان يعني لما يكون صايم فأول حاجة يأكلها يعني تعطيه فوائد كثيرة للجسم. وبترطب برضه عشان احنا بنبقى ساعات الصيام بتبقى طويلة. طب نعرف بقى المكونات بتاعت شوربة الحريرة. في حمص، شعرية، والعدس، يعني هادو هما المكونات. وفي ممكن نحط معاها لحمة لو عايزين، في ناس بتحط قطع لحم صغيرة بتحطها مع الحريرة. عندنا بصل، بقدونس وكزبره وبقدونس وكرفس. كرفس اوكي. والطماطم أوكي. وبالنسبه للتوابل عندنا دائما ملح، فلفل، كركم، بس. وشويه كزبره ناشفه وزيت زيتون بطبيعه الحال. طيب نعيد تاني المكونات بتاعت شوربه الحريره. هي هتكون واحد بصله، كزبر وبقدونس، واثنين معلقة معجون طماطم، كرفس، واحد كوب عدس، واحد علبة حمص، ربع كوب شعرية، وملح وفلفل واسود طبعا، وجنزبيل وكركم، وزيت زيتون الاستاذ الرئيسي والملك في اي اكله مغربي. طبعا بفكر حضراتكم بالتليفونات الموجوده دلوقتي على الشاشه للي يحب يسال الشيف صوفيا طبعا على المكونات اللي معانا او عن شوربه الحريره وبقيه الاطباق اللي هتكون موجوده معانا النهارده. وكمان لو في حاجات تانية انتوا عايزين تعرفوها عن اكلات المغرب طبعا الشيف صوفيا النهارده هتكون كريمه معانا جدا وهتقول لحضراتكم كل الوصفات.